الكمبيالات دي هتفضل عندي عبد الحق في مكتبي. يا ساتر استر يا رب. تعال يظهر نعمه بتنسي البني ادم اصله يا جدعان. مسلم 500 جنيه سمين ده بيت 3 ادوار يا عم مسلم. انا بشتري سمك في ميه دي خرايب وبدفع فيها ميات والوفات عشان انتوا اهلي وناسي. وبعدين بقى بين البيع والشراء يفتح الله. امين امين يا منزلاوي. هو فين امين يا اولاد؟ تعالي هنا يا مسلم. غلاب الناس دول تعبوا كتير. ما قلتليش يا ممدوح بالحق، أنا سمعت إنك أنت تعينت في قصر الثقافة أظن. أيوة. يا ترى بقى ماهيتك مكفياك؟ يعني الواحد طلباته مش كتير. غريبة. بس أنا بيتهيألي بقى إنك أنت وارث هواية الرسم دي مناني. أنا كنت أشطر واحد في المدرسة كلها في الرسم. كان يرسم الجنيه ما تفرقوش عن الحقيقي. ومع ذلك شايفك مش وارث مني الطموح. طول عمره حرامي ومزور ويموت في القرش الحرام. طموح البني آدم في شبابه هو اللي بيعمل له قيمة وسط الناس يا ابني. حرقت له ايده نهار ما سرق أول نوبة، وكان متهيألي إنه هيتوب من بعديها. أنا من زمان كنت متوقع إنك تيجي تزورني أو حتى تستشيرني في تخطيط مستقبلك، خصوصا بعد ما عرفت إنك أنت اتخرجت من كلية الفنون الجميلة. بس الظاهر بقى فاطمة قدرت تكرهكم فيا وتنسيكم ان ليكم اخ كبير بيخاف عليكم ويهم مصلحتكم زيها تمام. لا بالعكس، فاطمة انسانة طيبة و مؤكد طيبة. اني اعرفها اكتر منك. طيبة بس قلبها اسود، مع ان لا ابوك ولا امك الله يرحمهم كانوا كده يا اخي. انا مش عارف البت فاطمة دي طالعة لمين. نهايته أنا مبسوط إني شفتك أوي أوي يا ممدوح. شكرا. مصطفى هياخدكم بالعربية توصلوا البيت، تاخدوا الولد المبروك ويوصلكم على بورسعيد. طب ما لزومه إيه؟ ما أنا عارف. إيه اللي لزومه إيه؟ إحنا المفروض نتغدى سوا يا ولد. بس أنا شايفك مستعجل، ابقى سلم لي على راوية وفاطمة والناس كلها، وتليفوناتي معاك. أي حاجة تعوزها اتصل بيا طوالي، أنا تحت أمرك. شكرا. بالسلامة يا دوحة. ربنا يوفقك دايما يا ابني. لسه معلمك ما جاش؟ ايه يا فوزي؟ وديت اخويا فين يا راجل انت؟ انت بتقولي يا بنت انت؟ وديت اخويا فين انت؟ اشرب من دمك. ودي انت ودي انت ما اقولك وديت الحمرا فين؟ ارحموني يا عالم ارحموني يا عالم ارحموني ارحموني ايدي انت ارحموني ايدي انت ارحموني ايدي انت. Okay, I'm very happy indeed to meet both of you, and I hope to invest our friendship and make a very good business together. Thank you very much and have a nice time. Thank you very much. Thank you. Hello. Bye bye. مين يا فندم؟ Bye bye. Nice meeting. أيوة موجود. Bye bye. مين؟ أستاذ مصطفى يا بيه. ألو. أيوة يا مصطفى. بتتكلم من بورسعيد؟ ها؟ ايه؟ في ايه؟ ايه؟ عبد الحق برعي؟ وهم فين دلوقتي؟ اسم ايه؟ وممدوح معاك؟ لا لا خليك انت هناك، انا هتصرف. بقول لك انا هتصرف. بالسلامة انت. مفيش فايدة فيكي أبدا يا فاطمة. ألو؟
محمد بيه يوسف لو سمحت. قول له امين المنزلاوي. دي متوحشه يا سعاده بيه، دي كلتني مستنها اكله يا سعاده بيه، وانا ما عملتهاش حاجه وعهد الله. بقى يخطف اخويا ويقول ما عملتش حاجه؟ يا سعاده بيه انا ما خطفتوش ولا حاجه، هو اللي اتشعبط فيا وانا نازل مصر. المبروك اتشعبط فيك انت يا ضلالي. وبعدين معاكم. ايه ده شويه يا عبد الحق؟ انا عامله له محضر خطف قدامك نمرته. خلاص انتهينا، وما تتكلميش الا لما اطلب منك تكلمي. امشي روح اقف هناك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدين معاك انت راخ. خلاص يا سعاده البيه، انا هقف ساكت مش هفتح بقي، فغطى امري لله وليك انت يا سعاده البيه، انت الخير والبركه بيه، انت اللي هتاخد لي حقي يا بيه. انا روح اقعد هناك لما اندهلك. حاضر يا سعاده البيه، ربنا ينتقم من المفتري، ربنا ينتقم من المفتري. الو. ايوه يا فندم، ايوه يا فندم، ايوه ايوه يا فندم. لا لسه يا فندم. ايوه يا فندم قدامي. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، اللي تؤمر بيه سعادتك، انا تحت امرك يا فندم. مع السلامه يا فندم. تعال يا فندم. انت عملت المحضر ده امتى؟ النهارده الصبح. اه، وهو خطف اخوك امتى؟ يا سعاده بيه ما تصدقهاش. عبد الحق يا برعي. يا سعاده بيه انا حكيت لك كل حاجه. لو ما اتخرستش خالص هاخدك ارميك في الحجز، انت فاهم ولا لا؟ في الحجز؟ اه قول لي كده بقى. يلا اتفضل روح اترزع مطرح ما كنت. ده القرع استوى وطلب الاكل خلاص. انت بتقول يا بني ادم؟ انا ما بقولش حاجه يا بيه، انا ما بقولش حاجه. هو فين المبروك؟ شفتي مبروك بعد التحسينات؟ ايه ده يا وال؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ مصطفى ما تخافش يا مبروك، انا مش هضربك. حلقت راسك فين؟ في مصر، خدوا مني الجلابيه. ومين اللي جاب لك الهدوم دي؟ مصطفى. مصطفى مين يا وال؟ اتفضل يا استاذ مصطفى، اتفضل. مساء الخير. مساء النور. تعبناك يا استاذ مصطفى. لا يا فندم مفيش حاجة. اعملي شاي يا راوي. ملوش لزوم يا فندم. انا ازاي بقى؟ ده قال لي واجب. تعالى يا ممدوح اما اقول لك حاجة. عن اذنك ثواني. اتفضل اتفضل. ايه يا سيد مبروك؟ ان شاء الله اكون مبسوط. فين هدومي؟ سوري، هجيب لك الشنطة حالا من العربية. بقول لك صاحبي من ايام الكلية في مصر. طب وايه اللي جابه هنا؟ هو كان جاي طبيعي، قابلناه واحنا نازلين من عند امين، جينا معاه في يدي يا فاطر. وايه اللي خلاه يجيب لاخوك هدوم ويحلق له شعر؟ بقول لك صاحبي صاحبي وبجاملني ما فيهاش حاجه ابدا. بقى تقف تتفرج على راجل غريب يجيب لاخوك هدوم ويتصدق عليه، مش عيب يا ممدوح؟ يعني معقوله بقى احنا نقعد نتكلم هنا وتسيب الراجل قاعد لوحده بره كده؟ طب استنى بس اما اقول لك. ايه تاني؟ هو هيبات هنا نعمل عشاء يعني؟ لا لا لا، هو عنده اشغال في مصر ومسافر دلوقتي على طول. ومين قريبه ده اللي وسع علينا في الاسم؟ يو يا فاطمه اساله لي كمان على اسم امه، مش معقول كده. اختي رجعت يا راويه. انا اهو يا خالتي. تعال يا اختي دوختيني وراكي. رحت لك التوم نقلوا خرجت. ميرسي قوي قوي، تعبناكم. مين فينا بقى اللي تعب التاني؟ ده انت تشكر بجد يعني. لا يا فندم، انا في خدمتكم وخدمه البيت دايما. يا سيد الله يخليك. خالة مساعد، انت شفت المبروك؟ هو في ايه؟ ولا يا مبروك هو راح فين تاني صحيح؟ اهو جوه اهو وهينام قبل ما يتعشى. ولا يا مبروك جاتك ايه يا مبروك؟ ولا يا مبروك. من فضلك يا اخ مصطفى، اني امر انا تحت امرك. اني مش عايز فاطمه تعرف سلطتك بقى مين اخويا. ها بعدين بعدين هبقى اشرح لك. ايه يا استاذ ده كله؟ جبت له الحاجات دي كلها ليه؟ ده كتير قوي يا فندم. انا مش جايب له حاجه من عندي. ها؟ ماني فهمتك يا فاطمه. الاخ مصطفى هيبقى يحاسبني على الحاجات دي كلها. يحاسبك؟ يحاسبك على ايه يا ممدوح؟
ده انت ما رضيتش تدخل جمعيه بجنيه وربع في الشهر عشان تجيب لي روحك قميصين. على العموم انا هبقى اتصرف مع مصطفى. نورتني يا ابو دلش. ولا مبروك. هاتي الحاجه من ولا بيت. طب استاذن انا بقى. خد حاجتك معاك يا استاذ. يا فندم انا احنا صحيح ناس على قد حالنا، لكن على قد الحفنه ما تدير رجلينا، وما بنقبلش صدقه من حد. يا فاطمه ماني بابا. اسكت يا ولا. ان كانت كرامتك هانت عليك وقبلت الاحسان من صاحبك، اقبله لروحك مش لينا. تاخد حاجتك يا استاذ، وان كان البيه قابلها على روحه ابقى غيرها له على مقاسه هو. هات الحاجه بت. مفيش فايده، هتفضل طول عمرها فقريه. بس بصراحه يا فندم فيها عزه نفس تثير الاعجاب حقيقي. تنيل انت راخر العزه نفس يا قال. ايوه يا سالي، التلكس بتاع روما وصل؟ طب ما جبتهوش ليه؟ اوكي. ما هو في ناس كده غاويه تعوم في الفقر زي السمك، لو شلته من الميه يموت. التلكس بس هو وصل حالا دلوقتي يا فندم. مبروك. ايه؟ هو جه تاني؟ كويس قوي، اطلعنا قبل المشروع. مبروك. اه ما تسيبيه مالك وماله، ده نايم من امبارح بالليل، يقوم من النوم ينام تاني. عايزاه يعني يقوم يعمل ايه؟ هو مريحكم ومرتاح. صعب عليا قوي لما خدنا منه امبارح هدومه الجديده. هو امين ما سالكش عليا؟ انت ما وراكيش مذاكره النهارده ولا ايه؟ يا دمك الله، ما تروحي تشوفي اللي وراكي بقى بالهرش مخ. اصل بصراحه زمايلي في الكليه مش مصدقين ان امين المنزلاوي يبقى اخويا. تحسك مش عايزين مشاكل؟ قصدي يعني ما فهمت السر العداوه الغريبه اللي بينه وبين ابله فاطمه. لا مانيش عايز افهم. يعني ما حسيتش منه ان احنا ممكن نصلح اللي بينهم ونلم الشمل؟ يا ستي بقول لك لا، فاطمه وامين زي ما بيقولوا في الاعلان مش ممكن يجتمعوا ابدا في مكان. ايه ده يا سعد؟ فلوس ياما فلوس. الشغلانة سلمت في ميعادها وقبضت حقي على داير مليم وفوقه بوسة. إلهي يعمر بيتك يا أمين بيه يا منزلاوي ويرزقك كمان وكمان. سلمت إزاي؟ وأنت بقالك جمعة في مصر وساكك الورشة والناس كل ساعة يجوا يسألوا عليك. وهو أنا كنت قاعد في مصر بلعب؟ أمين بيه الله يكرمه خلص لي الشغلانة هناك في الورش بتاعته. ما كان إيه ياما؟ ما كان إيه؟ كل حاجة بالمكن، الكشط بالمكن، التنقير بالمكن، التخانة بالمكن، حاجة تهوس. تعرف يا أمه أنا لو عنده ربع المكن اللي عند أمين بيه خط الكلال كله بورسعيد ما يلحقش على شغلي. وليه يا سعد؟ ليه إيه يا أمه؟ دي المكنة بتطلع. عمل وياك كده ليه أمين؟ إيه إيه؟ راجل شهم وصين العشرة لوجه الله يعني؟ امال يعني الايه؟ الراجل اللي خد منا ابيض ولا اسود، ده حتى الخشب اللي جه غلط عندي قال لي خليهولي نستعمله في الكبس ولا في ايوه حاجه. امين المنزلاوي ما يعملش حاجه لوجه الله ابدا يا ابني. اسالني. وعهد الله ياما انتوا ظالمينه. ظالمينه؟ ظالمينه. فاطمه بتكرهه وانت عايم على عمها معرفش ليه. فاطمه عمرها ما كرهت امين. كرهت افعاله لكن هو نفسه لا، ده لحمها ودمها والدم ما بقاش ميه ابدا. وهو كان عمل لها ايه يعني؟ شيطان ولعب بينهم وهم صغيرين وهم دلوقتي كبروا، يقول اللهم اخزيك يا شيطان وخلاص. اسكت يا ولا اسكت، ما انتش فاهم حاجه. اسكت ياما، ده الصلح خير. وانت زي ما بتقولي كده دول من دم بعض، وامين به دلوقتي راجل يتمنوا كل الناس ينتسبوا له، اشحال اخواته. والله سحر عقلك بفلوسه يا سعد. إلا بالحق يا أمه، كنت عايزك توصلي لحد بيت زهيرة تقابلوا أمها كده يعني. لقيت مهرك يا سعد. رزقها وبعتهولها ربنا من واسع. أيوة، بس هي طالبة رزقها باللفرنجي بالدرار يا ابن بطني.
مين يا مندوب؟ أنا عبد الحق يا ست فاطمة. أنا جاي لك يا ست فاطمة، أبوس راسك، أبوس إيدك، أبوس رجلك، أبوس إيدك يا ست فاطمة. استغفر الله يا عم عبد الحق، إيه اللي حصل؟ أنت مش أخوك رجالك ولقيتيه صخصة ليه؟ جرى إيه يا عم عبد الحق؟ هيلففوني كعب داير، هيبهدلوني أكتر من بهدلة اللي نابتني، يرضيكي كده؟ لو أنت لسه مسجون من يوميها؟ بقول لك هيلففوني كعب داير، ما كفاكوش اللي جرالي. كعب داير ده إيه؟ يعني هيلفوا بيه كل المحافظات يكشفوا عن ثواب؟ ثواب إيه يا سي ممدوح؟ ده أنا ما خرجتش من المحافظة اللي أنا فيها دي ثلاث مرات من نهار ربنا ما خلقني، ثواب إيه يا عالم؟ أنا وشي ثواب يا ست فاطمة؟ أعملي معروف، قولي لأخوك يرحمني عشان ربنا يرحمه دنيا وآخرة. معلش يا عم عبد الحق، انا هروح القسم واتنزل عن المحضر واقول لهم انني محقوقالك. ما تزعلش، اقعد ارتاح، اعملي شاي لعمك عبد الحق يا راوي. بفضلك يا ست هانم، ما تجيبيش سؤال لحد ان احنا جينا هنا احسن. ما تخافش يا شاويش، اعملي شاي كمان للشاويش يا راوية. ربنا يكرمك، ربنا يفيك شر البهدله، الهي ما تنضمي ابدا. ليه كده ممدوح؟ ليه صاحبك يفتدي على الراجل بالشكل ده؟ ده مهما كان راجل كبير وغلبان، لا ملوش حق ابدا. يلا غير هدومك عشان تيجي معايا. أنا طبعا مقدر الموقف الإنساني اللي خلى حضرتك تيجي لحد هنا وتعرضي التنازل عن المحضر، لكن للأسف الموضوع مش في إيدي. أمال في إيدي؟ في إيد حضرتك برضه. طمني بقول أهو أنا متنازل. بمكالمة بسيطة من أخو حضرتك ممكن تنهي كل شيء. مكالمة إيه اللي هيكلم أخوي؟ أهو قدامك أهو، قول له يكلم مين وإحنا نكلمه. لا أنا ما أقصدش الأخ ممدوح. تقصد مين؟ يا فاطمة أنا ماليش يد في كل اللي حصل ده. بتكذب؟ بتكذب عليا ممدوح؟ يا خسارة شقك يا فاطمة، يا خسارة شبابك يا فاطمة، وأنا اللي كنت بقول عليك ابني اللي فانت عمري عشان أعلمه الحق والنظافة، بتكذب وعلياني؟ ماني خفت تزعلي، حاولت عشان ما تزعلنيش قوم تغضب ربك وتكذب. ما هديت السكة كده، سكة أمين المنزلاوي، تبتدي بالكذب وتنتهي بالسرقة والافتراء على الناس. لا، انت عارفة اني مش ممكن ابقى زي مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن؟ ما هو بعد كل اللي حفظتهولك وقرتهولك عن الصدق والحق والكذب، جاي تقبل ان اخوك يلبس من قرش امين اللي ربنا يعلم سرقه منين؟ تقبل ان امين يفتري على الناس الغلبة من تحت راسنا؟ نروح من ربنا فين دلوقتي؟ ما هو مصطفى هو اللي اتصل بيها. مصطفى بقى. مصطفى ده يبقى مين؟ صاحبك اللي من مصر، مش كده؟ ليه بس كده يا ربي؟ هي لعنة ونصبت على راسي؟ ده انا شقيت بكل لقمة دخلت جوفهم وانت العالم. فاطمة دي انا غلطت، بس صدقيني ما كانش قصدي ازعلك. حقك عليا. طب ده حقي انا وحق الراجل الغلبان اللي حتشحططوا للبلاد وعرضها من تحت راسنا. انا هروح اعمل ترانك الامين، اقول له يتصل وينقلنا المشكل ده. تاني امين؟ ما هو ما فيش حل غير كده يا فاطمه، ما انتش عايزاني اروح. خلاص بلاش. هم سفره عم عبد الحق ولا لسه في القسم؟ روح يا ممدوح اتصل، قول له فاطمه عاشت عمرها كله ربنا غنيها على خيرك، ما هيش محتاجه شرك على اخر الزمن. ايه عملت ايه يا امه؟ قبلوا يقبضوا المهر بالمصري؟ يا ولا سيدنا عاد ارتاح الاول. اقعدي اقعدي ارتاح يا امه، اقعدي. خدي اشربي بق مي. هنيه ايه قابلت ام زهيره؟ قابلته؟ ايه وقالت لك ايه؟ يا واد ما تبقاش خفيف كده، هو انت صغير. وانا عشان مش صغير تلاقيني عندي وارد في نافوخ يا امه، نفسي اغمض عيني وافتحها الاقيني انتهيت من المشكل ده. ربنا يتمم لك بخير يا ابني. ايه يعني وافقوا؟ ومن غير الضرار. ابوها مستنظرك بكره بعد المغرب عشان تتفقوا على كل حاجه، عاوزين يكتبوا الخميس الجاي. يا ما انت كريم يا رب، ربنا يخليك ليا يا امه واملى لك حجرك بالعيال، هجيب لك دسته ونص.
وعاد في العمر باقية يا سعد. ربنا يخليك ليه يا أما وتربي لي عيالي. بقول يا أما هسيب لك فلوس الصبح توصلي لفاطمة تشتري حتة قماش فستان زهيرة وتدفعي لها عربون خياطته. ماشي الكلام؟ بتغني لمين والمين والمين؟ بتغني لمين يا حمام؟ بتغني لمين يا حمام؟ آه عيني عليك يا فاطمة يا سيد. في يا فاطمة مالك؟ الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله. خد شربي بقى مية. كابوس ده ولا إيه؟ كابوس الحقيقة أهون منه. طب الحل بقى احكوا لنا قبل ما تنسيه. سيبيها يا روى ترتاح، ده انا دمي ناشف. قد كده اني صرخت. توعين الحق احكيه هتصبحي نسياه. خير قول اللهم اجعله خير واحكي. اللهم اجعله خير. قلاني غرقانه في بحر ملوش قرار وحواليا ناس كتير على مدد الشوف وغرقانين زيي، كلنا بنعافر وسط الموج ولا من مغيط. ها وبعدين حصل ايه؟ وقبل ما ينقطع منا النفس صرخ واحد بيغرق وقال سفينة نوح يا ناس، وطول الاقي سفينة كبيرة بتضوي بالنور زي ما تكون ازاز. الله صورة حلوة قوي. ها وبعدين؟ دبت فيه العافية، لقيت روحي بقدف بقدف والناس كلها بتقدف لحد ما وصلنا يمة السفينة، وبرفع عيني ألاقي السيد زي اللي قبطان في مركب واقف بيؤمر وينهي. زعقت عليه بعزم مابي يا سيد. وبعدين رحت صاحيه بقى من النوم و... تسكت بقى ممدوح ما تبقاش بايخ. كملي يا اختي. وبعدين شافك عم السيد؟ ابدا ولا حد سمعني. شديت حبل بايديا واسناني وفضلت اطلع اطلع لحد ما وصلت سطح المركب. حشوني العسكر قلت لهم انتم سفينه نوح غيتونا، قالوا لا احنا بناخد من كل صنف اتنين وانت جايه لوحدك. قلت لهم اني معايا رئيسكم، قالوا احنا مالناش رئيس وزقوني. صرخت على السيد بعزم مابي الحقني يا سيد الحقني يا سيد. شوف مين يا ممدوح. استنى ممدوح انا اللي هفتح. سامحيني يا فاطمة، ما قدرتش استنى للصبح. يا انا مش مصدق عينيا ان ربنا كتب لنا اللقا من تاني. يا اولاد مفيش اوحش من الغربة ابدا. الغربة سيف يقطع حبال الأمل. لو خيروني بين الفقر والغربة أقول الفقر أهون، بين المرض والغربة أقول المرض أهون. مفيش أفظع من الغربة أبدا. كفانا ربنا شر المرض والفقر.
بالغربة يا سيدي. كنت زمان أقول فقر الراجل في وطنه غربة، لكن الغربة اللي بجد وجد ربنا ما يحكم بيها على مخلوق. كمل يا عم سيد، عملت فيك ايه الغربة؟ احكي قولي يا عم سيد. احكي لها يا سيد، قول لها ازاي طوعك قلبك وقدرت على الغربة دي كلها. يعني هو كان بالسهل عليا يا فاطمة، كان علنين عيني والله، بس انتي كنت عارفة الظروف ايامها، الله لا يعيدها ايام. نهايته بقى اقول لكم ايه يا اولاد، اني لفيت العالم كله مفيش مينا مرسناش فيها، اشتغلت في بلاد كتير وعملت فلوس كتير، لكن الرزق طماع، كل ما القرش يكتر في ايديا اقول يا رزق فاطمه والعيال، عايز ابني لها بدل العشاد يا قصر، عايز ارص لها المراكب على الشط تروح وترجع جايبه خير ياما، عايز اشتري لها كل الحرير اللي في الدنيا. ماني عارفك تحب الحرير يا فاطمه. كان عندي ترجع مشاركنا لقمتنا ونتدفى بالونس، لهالايام اللي راحت عادت ترجع يا سيد. هترجع يا فاطمه ان شاء الله هترجع. ولو ان البحر زي ما اداني اخد مني غرقت المركب اللي كنت بشتغل عليها وضاع معاها شقى العمر كله، وضاعوا ناس ياما، وانا نجيت مع اللي نجيهم. الحمد لله ربنا كتب لي عمر جديد، قلت ابتدي من الاول، عايز اعوض فاطمه والولاد ايام الفقر والشقة والليل الطويل. وهم العيال كبروا ورجعت بإيدك فاضية زي ما روحت، خدنا إيه بقى من الغربة؟ لا، أنا راجع ومعايا تمن قارب هبني بإيديا، ومعايا دراعي وعفيتي، ويشهد ربنا والولاد اللي كبروا والبحر والخلق، هعوضك كل أيام الشقة يا فاطمة. قومي قومي شولنا السمكتين دول. نشوف سمك الصبح يا عم السيد، والظهر والعصر والمغرب ونص الليل وكل وقت، ريحة الشوي مش هتبطل من البيت ده طول مني عايش على وش الدنيا. وحشتوني يا أولاد، كبرتي وبقيتي عروسة زي القمر يا راوية، وحشني المبروك، وحشتني بجد يا ممدوح. بسم الله ما شاء الله، بقيت راجل تملى العين والخاطر. الحمد لله على السلامة يا عم السيد. ألا ألا قالوا لي يا مساعد لسه عايشة؟ عايشة وصبة منك يا راجل يا عجوز. خد اقرا العقد ده شوف اذا كان يعجبك. كلام ايه اللي بتقوله ده ممدوح؟ تجربة ايه وغلط ايه؟ اخلقنا عليا الدنيا بالفرح.